ولما كان العلم أصل العبادة افتقر فيه إلى النية، والنية المراد بها هنا نية المعمول له، لأن النية نيتان، نية المعمول له، فإن كان العمل لله فهذا توحيد وإيمان، وإن كان العمل لغير الله فإن كان من العبادات فهذا شرك، شرك الرياء، وإن كان من غير العبادات فحكمه حكم هذه العادات وما جرى مجراها. والنية الأخرى نية التمييز والتفريق بين العبادات، هذه نية غير النية الأولى وهي نية المعمول له. والمراد ها هنا في الإخلاص لله والتوحيد له بعبادة العلم هو نية المعمول له، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي حديث عمر الفرد: إنما الأعمال بالنيات. نعم.